نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول والدتي توفيت يوم 25/5/2005، البقية في حياتك ايه؟ بعدين بيقول هل في نهاية العالم اعرف امي؟ طبعا تعرف. وهل تكون اللغة هي لغة الامومة؟ انا ما اعرفش اللغة في السماء هتبقى ايه، لكن ما في شك ان في لغة مشتركة الكل يقدروا يتفهموا بيها، لكن لغة امومة دي ما، وانت يكون لك لغة بنوة والحكاية ما تنسيش، مثل ما كانت على الارض. هل تدعو لنا؟ تدعو ليك طبعا.